حرصا من الأمم المتحدة على عدم الإفلات من العقاب في سوريا عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، قررت عام 2016 إنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب أو ضد الإنسانية في سوريا بدءا من عام 2011. يعتبر إنشاء الآلية كرد من الأمم على إخفاق مجلس الأمن في إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية نتيجة الفيتو الروسي الصيني. تنحصر مهام الآلية في جمع الأدلة حول الانتهاكات وتوثيقها ثم حفظها، ولا يسمح لها بتحريك الدعوى العامة في أي محكمة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، وأيضاً لا سلطة قضائية لها، ويعتبر عملها مكملاً لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بقرار من مجلس حقوق الإنسان في عام 2011. في عام 2021 كشفت كاثرين مارشي أوهل رئيسة الآلية أمام منتدى استضافته بريطانيا أنها قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية بشأن جرائم الحرب بسوريا، تتضمن لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية ووثائق مسربة، مشيرة إلى أن الآلية تلقت 100 طلب للمساعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيق وملاحقة قضائية. وأضافت أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقا من أصل 100. ورحبت الآلية عام 2022 بإصدار المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا حكمها بالسجن مدى الحياة ضد أنور رسلان، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في التعذيب والقتل والعنف الجنسي إبان توليه منصبه السابق كرئيس لإدارة التحقيقات في فرع 251 التابع لأمن النظام. وأكدت الآلية أهمية الحكم ليس فقط للضحايا والناجين المباشرين من هذه الجرائم، ولكن أيضاً للضحايا والناجين من الانتهاكات العديدة التي لم تعالج بعد، والتي ارتكبت في الماضي ولا زالت ترتكب في سوريا. 6 أعوام على قرار الأمم المتحدة بإنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة، استطاعت خلالها جمع العديد من الأدلة وحفظها على أمل تحقيق هدفها وعدم السماح لأي متهم بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية في سوريا الإفلات من العقاب.